هادشي اللي بغات الوقت اخوتي، احنا راه ماشي يبداو يخلعوا فينا حقه الواد. القضية صعيبة، احنا واخا ما عرفناش شكون القضية، احنا معاهم، احنا نضربوا معاهم، خا تكون ناقص 40 ما يخلعوناش. درنا فيه اتاي، دابا كنزيدو النعناع، كنزيد النعناع ها هو اتاي ديالنا ناضي كيتقاد 5 5. هنا لا فامي راه هانتوما كتشوفوا جبنا الخبز ديال الدار في ميزون، وباش غادي نسخنو كنجي كندير ليه هكا ياك، كندير كنفرش هذا بحال هكا، كندير الخبز هكا من تما كنقسمو، كنقسمو بحال هكا. هاجر بدون شهادة بدون ديبلوم، على مين كيكذبوا هاد الناس هادو اخوتي؟ بغيتي تدفع في أريما خص يكون عندك ثلاثة الحوايج، خص يكون عندك بيان سور ديبلوم، يكون عندك اكسبيريونس، وتكون عندك اللغه. يعني ما يكذبش عليكم بنادم يقول لكم حقه الواد لا لا ضروري، نقدر نجي انا بلا ديبلوم، نقدر نجي بلا لغه، صعيب. حيت علاش غتجي غتبغي تصوفي راسك، غتبغي تصوفي راسك خصك هاد اللغه، المشغل اللي غادي يهضر معاك غيدوز معاك اونترتيان باش غادي يهضر معاك، غادي يهضر معاك بالشينوية، غادي يهضر معاك بالفرنسي. هادشي علاش اللغة كتبقى ضرورية. ضرورية علاش؟ حيت كتسهل عليك لانتيغراسيون، وكتكون نتايا قادر تخدم بصالير مزيان حيت عندك اللغة، كتهضر على راسك، وهذا هو المهم، هذا هو ليسونسيال. حنا علاش كنديرو هادشي كامل؟ باش نقلبو على مستوى احسن. حنا هي البصله، الثومه، يا سلام. نجبدو معلقه، حرك قاد شويه، هي انت كطيب وانت غادي. هو داك الشيء ناضي طويجين، هو هذاك 5 5 قاتلنا مطيشه غادي نوجدوها حتى هي. انتوما كتشوفوا معايا بنادم حربي، بنادم ما يخلعوناش. انا حنا بصله مطيشه، الربيع حتى هو شي شويه غنديروا ليها الربيع ديالها، الكفته دابا غادي نميلونجيوها نمارينيوها. ها هي الكفته باش مارينيها، جبنا ليها ها انتوما ها الملحه، شويه الملحه، شويه ديال الابزار، شوية ديال التحميرة، نتوما شوية ديال الكمون، وهانت ناضي، حرك، جلط ليا. كور وعطي العور، كور وعطي العور. حكيمي غيدير باس لزياش، زياش غيعطيها. هنا في هاد اللقطة هادي حنا دابا غادي نبداو نزيدو الماء باش الطاجين يولي 5 5. نخلي الكفتة تاهي تطلق، تميلونجها مع المطيشة والبصلة والطقوس ديالنا. دابا غادي نهضرو على الموضوع ديالنا اللي هو برنامج الهجرة أريما. كيفما كتعرفوا لا فامي، اريما كيتعد احسن برنامج للاقامه الدائمه خصوصا في مقاطعه ديال كيبيك. يعني الناس اللي كتهضر بالفرنسيه والناس اللي كتهضر بالانجليزيه كتبقى على ان اريما كيبقى برنامج ناضي مزيان، خصوصا في البدايه باش كتسجل غراتويتمون، ما كيطلبوا لك حتى شي حاجه، كيطلبوا لك ثلاثه ديال الحوايج، ثلاثه ديال الحوايج اساسيه باش تسجل في اريما. شنو هما هاد الحوايج؟ الحاجه الاولى
هي يكون عندك ديبلوم مزيان، يعني باك بليس دو، ميم ديبلوم دي نيفو باك تاعو مقبول. وخصكم تعرفوا لان قد ما كان عندك ديبلوم مزيان قد ما النقاط ديالك السكور ديالك طالع. الحاجه الثانيه اللي خاصه انا في اريما هو يكون عندك ليكسبيريونس، عندك اكثر من 4 سنوات عندك 100 نقطه، 3 سنوات 90 نقطه، سنتين 80 نقطه، سنه واحده 70 نقطه. وهذا هو البلان. هانتوما كتشوفوا خوكم راه كيصايب في الطاجين، دابا هو الطاجين غنلوحوا عليه البيضات، ومن تماك غادي نخليه وغادي نسدو عليه، نحطو عليه الطنجره ونخليه هذيك الساعه يطيب على خاطرو. وهانتوما راه كتشوفوا دابا راه ناقص 13 وما يخلعوناش حنايا. هانتوما كتشوفوا خوكم راه في البارك عايش عايش خلوي، وهانتوما كتشوفوا حاط البوطه موبيل ديالي وبارك كويزيني داكشي سخون وخالق العالم. وهادشي كامل في اطار الهجره الى كندا، وخصوصا الفرق بين اريما و بيرمي دو ترافاي. دابا كندا اللي لكم على طريقه التسجيل في اريما، لي زافونتاج ديالها عاده باش الفرق ما بينها وما بين لو بيرمي دو ترافاي. هانتوما كتشوفوا دابا راه كنشد الربيع، غادي نقطع الربيع مزيان، من تماك غادي نزيدو في الطاجين. نتوما مالي الخير، وما كرهش نتقاسم معكم الناس اللي كتفرجوا معايا وتجيو تاكلوا معايا الطاجين، ونهضروا في ليميغراسيون هذا في اطار المستملحات. اما بالنسبه للبرنامج ديالنا، قلنا هضرنا على الحاجه الاولى اللي هي ديبلوم مزيان، هضرنا على الاكسبيريونس، اش بقى لنا؟ امتحان ديال اللغه. يعني امتحان ديال اللغه لا فامي، ملي كندوزو تي سي اف كندا كيكون عندنا سواء بي 1 او بي 2 او سي 1 او سي 2. هانتوما كتشوفوا ملي كيكون عندكم سي 1 او سي 2 القضيه راه كتكون مزيانه. علاش؟ حظوظك كيكونوا اكبر، لي بوان ديالكم كيكونوا زايدين. وانا كنهضر هذا الشيء ميساج للناس اللي عندهم لا فامي، بزاف ديال الناس كيبغيو يهاجروا، عندك عائله عندك اسره، فكر المستقبل ديال وليداتك، فكر في لي زافونتاج اللي غتعطيهم لك الاقامه الدائمه واللي ما غاداش تعطيهم لك لو بيرمي دو ترافاي، خصوصا الا كنتي عندك ديبلوم مزيان، عندك ديبلوم نقي، عندك ليكسبيريونس. انا كنشجع الناس ديما توفر انها تبدا بان بروغرام دي ميغراسيون. علاش؟ حيت الايجابيات مثلا الا جيتي عن طريق اريما او لا اونتري اكسبريس، عندك لي زالوكاسيون، عندك التطبيب بالمجان، خصوصا من في 3 شهور الاولى كتكون من عندك، من بعد كيولي تطبيب فابور. عندك لي بارك فين تقدروا ديروا انشطه، لي بيسين فين دير الاطفال، عندك مساعدات اجتماعيه الا كانوا عندك لي زونفون. هادو كاملين حوايج اللي كيساعدوك في الناس اللي باغيين يجيو لكندا وكيشجعوهم. زائد على هادشي توفر في فرص الشغل، الشوماج كيكون ناقص بزاف. عندك الا بغيتي تقرا هما يساعدوك في القرايه ديالك وفي الدراسه ديالك. واشنو بغيتي اكثر من هادشي؟ هادو كاملين ايجابيات اللي ما تعطيهمش لك غير البيرمي دو ترافاي. الا جيتي عن طريق عقد عمل، ما كيكونش عندك مثلا انك دي وليداتك المدرسه، ما عندكش حق مثلا انك تمشي لوبيتال، ماشي بالمجان، كنتي جاي بيرمي دو ترافاي والمدام ديالك حملات وبغات تولد مشات للسبيطار، غادي تقام عليها 25,000 دولار غير الولاده باش تولد هنايا. وزيد عاوتاني الى كان وقعت لكم بالله يسر شي حاجه وهادي وما كانش عندكم التغطيه الصحيه، خصك تمشي وتخلص. هناك كما كتعرفوا الدونتيست غالي، مشيتي بغيتي تدوز عند العين الطبيب ديال العينين ساكوت شير. هادشي علاش؟ هادو كاملين خصك تفكروا فيهم. داكشي علاش كيقول لك 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، حيت اللي حبنا نحبوه ونديروه فوق الراس عمامه، واللي كرهنا نكرهوه ونديروه للكلاب كمامه. يا الله لا فامي، راه هذا هو اللي كاين. ديما خصكم تعرفوا اللي مربي في الخير راه يشم يديه يشبع، واللي مربي على الجوع بمال الدنيا ما يقنع. انا اللي كندير اللي خلاني نهاجر لكندا ماشي تابع المال ديال الدنيا، انا تابع الحياه السعيده، تابع كرم العيش، بغيت مستقبل جميل للعائله والاسره ديالي، ونكون انا البال ديالي مرتاح، نكون عندي الطمانينه. وباش نزيد ناكد لكم على هذا الشيء، انا كنت خدام كنطيب، بديت في المسائل ديالي، من تما غادي نقولها لكم. هذه وقعت لي دابا وربي شاهد عليا، نسيت شي حاجه من الدار مشيت نجيبها، وخليت البوطة، خليت كل شي ديالي، الماتيريال ديالي خليته هنايا. مشيت للدار، جيت لقيت الماتيريال ديالي باقي هو هو، قسما بالله ما تهزت ما تهزت حتى شي حاجة. وهاد الطعام هذا نتوما كتشوفوا اللي غادي تشاركوا، ما حتى حاجة ما لقيتها ناقصة، تيرمو كاين الأمان والاستقرار. أنا ما نكذبش عليكم، البلاد اللي طيح فيها قدرك ما تسكنهاش، والحاجة اللي ما تعجبكش ما تديرهاش، والكلمة اللي ما تقدرش عليها ما تقولهاش.
هادشي اللي كنقول لكم على فامي، انا الكلمه كنقدر عليها كنقولها. هادشي علاش الا عرفتي، الا عرفتي المقام ديال راسك وعرفتي لوبجيكتيف ديالك ودرتي لي ميغراسيون هدف في حياتك، راه خصك تقاتل ودير لي امبوسيبل باش توصل. يعني دابا هضرت لكم على الايجابيات ديال اريما، هضرت لكم على الفرق ما بين اريما وما بين عقد عمل، وكاين شي وحدين ما توفقوش في اريما، ما توفقوش في لونتر اكسبريس، الله يقد الله يكون في العون. هذيك الساعه اللي دزنا البيرمي دو ترافاي ماشي مشكل، كتسمى درتي مجهودك، ديجا دفعتي ودوزتي امتحان ديال اللغه وحاولتي مع لا اخ بي وما جابش الله. انا كنهضر مع الناس اللي ما عندهم هادشي كامل وما كيحاولوش مع الاخ بي، باغينا سهله، باغينا عقد عمل ويجوا هنايا بكل سهوله. ولا الانسان خصو يقلب على يقلب على شنو اللي مزيان، شنو اللي فيه مصلحه ليك والاسره ديالك، وخصوصا الوليدات ديالكم. لحقاش انا الطبيب مزيان وكي الاطفال كيقدسوهم، الدراسه ما نعاودوش الكلام، وبنادم كيبقى يخلع فيكم حقا كندا بارده، كندا سيليفير، بلاد ديال الدبابه، بنادم ما يقدرش يعيش. ها نتوما كتشوفوا ناقص الطاج وخوكم مصايب معاكم طاجين ديال الكفته في اطار لا موتيفاسيون، في اطار الخلوان. بنادم ما يبقاش طالق علينا ويبقى ديما يخدم علينا، يخدم علينا المسيح الدجال ديالو. راه بزاف كيطلقوا علينا في لو ريزو سوسيو وباركين يخلعوا في بنادم. هذا الميساج راه ليكم، بركه ما تخلعوا في بنادم، شجعوا بنادم على لي ميغراسيون. الا قدرتي دير الخير ديرو، ما قدرتيش دير الخير تسوخ اللور، وبركه ما تخرجوش تخلعوا في بنادم بغلاء الاسعار وغلاء المعيشه والتطور التكنولوجي والتقني. راه حنا كلشي الغلاء المعيشه، راه على كلشي، راه كلشي فيه الزوين والخيب. ولكن انا الكونتو اللي كنديرو الناس كاينين في المغرب، في الجيري، في تونس، لو نيفو دو في هنا في كندا مالوروزمون احسن من لو نيفو دو في عندنا في المغرب. الدراسه احسن، لا سونتي احسن. دونك قبل ما ديروا قبل ما تفافه ولا تجيبها في زلافه، فكر في مزيان في المستقبل ديال وليداتك، فكر في مزيان في المستقبل ديال لا فامي ديالك. هادشي علاش كون قاصح غادي تكون هاني، وكون حنين راك غادي تعاني. وانا نفضل نكون قاصح معاكم باش بلا ما نكذب عليكم، بلا ما ننافقكم على فامي. الحمد لله، بسم الله. الحمد لله، بسم الله. ديما التفاؤل وديما الموتيفاسيون. طويجين ديال البيض طلع، يا سلام طلع، يا سلام. مرحبا بكم على فامي، بالصحة والراحة. والله إلا الهيمة لو داك الشيك، البرد كيجي الجوع. الحمد لله، اللهم أدي معني ما وفقنا من الزوال، ما يخلعوناش لافامي، ما يبقاوش علينا الهجرة إلى كندا صعيبة، الهجرة إلى كندا لا في او كندا اي ديفيسيل، يبقاو يعطيكم غير الطاقه السلبيه. نو، كاين البوزيتيف، الحمد لله كاين الايجابيه، ما يخلعوناش، نبقاو متفائلين. البنادم كاين لا بوسيبيليتي باش تهاجر، كاين اللي مويه الا عرفتي كيفاش، وعرفتي كيفاش تسلك راسك، ممكن تجي عن طريق الاقامه الدائمه او عن طريق عقود عمل او عن طريق الدراسه او عن طريق سياحه وتقلبها الى عمل، ولكن صعيبه شويه. ولكن ما يخلعوناش، نبقاو ديما ايجابيين، نبقاو ديما متفائلين. وبنادم ما يبقاش علينا غير بالطاقه السلبيه، ما نشوفوش غير الناس كيقول لك انا ديما كندفع بلوزيغ فوا باقي ما جابش الله. نو، خاصك تحاول تقلب مره وجوج وثلاثه وسنه وسنتين وثلاث سنوات. كاين الناس اللي كيبوستوليو، كاين الناس اللي بوتيتر عندهم مشكل في السي في او في لا ليتر دو موتيفاسيون او لا ديزانفورماسيون دو باز اللي ما كاينينش، ما عطيش واحد القيمه لداك الشيء اللي كيدير، ما كيديرش واحد بلوسي واحد بلوزيون موديل ديال السي في. هادشي علاش كاينه لا بوسيبيليتي عاوتاني على اساس انك تتلاقى مع دي زاجونس دو ريكروتمون. كاينين بزاف ديال لي زاجونس دو ريكروتمون اللي كيقلبوا على دي 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 زومبلوي اون اترونجي، وخصك تعرف بلي لا مان دوفر مغربين اي تري كاليفي. المغاربه لي الجيريان لي تونيزيان تبارك الله فاش كيجيبوهم راه كيكونوا ناضين وكينديو لهم خدمه. هادشي علاش اخوتي نبقاو ديما متفائلين، باقا الهجره مازال ما يدار، و
وكنتمنى لكم التوفيق في مشروع الهجرة ديالكم. الناس اللي دافعوا الار بي او لا بيرمي دو ترافاي او السياحة، كنتمنى لكم ربي يوفقكم ان شاء الله وتسووا الوضعية ديالكم. يونس كيحييكم من كندا، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير الزوينين اللي كتخليو ليا. الحمد لله وصلنا ل 17000، ومني غنوصلوا ل 20000 ان شاء الله غنديروا حفلة، غنخرجوا وغادي ناكلوا كاتو اون اكستيريور وغادي نحتفلوا مجموعين. وتحياتي الحارة، تشاو تشاو لا فامي.